أعزائي متابعي ومشاهدي قناتي الكرام، السلام عليكم أينما تكونوا. اليوم 28/11/21، البارحة بالليل أول مرة ذبلنا ثلج زين، يعني هذا مو ثلج، يعني بدأت الذب ثلج. تشوفون الثلج هسه بدأ يتساقط، الساعة 1:30 الصبح الثلج يبدي ينزل، بس تشوفون الكونكريت والشارع يبقى مايع لأنه بي حرارة يكسبها. البارحة كانت ناقص 1 بالليل، وهسه بدأت الأشجار منظرها حلو لو تشوفون، ويا أوراق ماكو، هذا كمية كلش قليلة بالنسبة لنا هنا بمشيغان. الثلج هذا من ينزل إن شاء الله كميات كبيرة أصورها لكم. وهذا سنوبي، شكو سنوبي، هاي الحديقة القدامية. تشوفون الثلج يغطي المساحة بس اللي يوقع عليها. ختام هذا المقطع راح أنشركم مقطع عن الحديقة الخلفية، وإلى اللقاء. هاي الحديقة الخلفية تشوفون مغطي اليونت مال التبريد، وهذا الميز مال الحديقة مغطيهم. عندي اير كونديشن هناك زايد كبير كامل، ثلج حلو من ينزل. لو تشوفون ذاك الأصفر والأحمر كان الزارع هاي السنة شجرة ماتين، فلبستها سطل بس مفتوح من فوق حتى لا يقتلها الثلج، تبقى لأنه بعدها جديدة، تبقى للسنة اللوخ إن شاء الله تخضر. وهم شغلكم يا تشوفون الأوراق كلها مع النباتات اللي عندي بالحديقة اللي ورا كلها ميتة من ورا الثلج. ختام هذا المقطع أتمنى أن تكون حياتكم كلها بيضة ومحبة وسلام يا ربي بين الجميع. الله يرزقكم ويفتح بوجهكم ويسهل أمور كل محتاج. أقولكم إلى لقاء في مقطع آخر إن شاء الله.